فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم. إذا عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث إنه يجزي على أي صفة كان، لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم.